الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع ربى الحجلي. وفي العناوين: جميع المسلحين غادروا باتجاه مدينة إدلب. مدينة داريا بريف دمشق خالية من المسلحين. موسكو تصف محادثات كيري ولافروف حول الأزمة في سوريا بأنها تبعث على التفاؤل. مزيد من الانتقادات للعدوان التركي على جرابلس السورية، وحده الائتلاف يرحب. هذه الرئيسية من الأخبارية السورية في دمشق، أهلا ومرحبا بكم. مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية أصبحت خالية من المسلحين. مفاد الأخبارية إلى هناك ربيع ديبة كان قد وفانا برسالة تؤكد أن المسلحين غادروا باتجاه إدلب. آخر الحافلات غادرت قبل قليل باتجاه مدينة إدلب، جميع المسلحين غادروا باتجاه مدينة إدلب، وحتى المسلحين الذين يريدون تسوية أوضاعهم أيضا غادروا عبر حافلات. بحدود خلال ربع ساعة خرجت أكثر من 50 حافلة من مدينة دارية، معظم المدنيين أو كل المدنيين عفوا خرجوا إلى مركز الإيواء، وأيضا المسلحين وعائلاتهم، وهم كانوا محسوبين من المدنيين. وهنا كان موضوع الأرقام، حيث خرج مساء أمس 1000 مدني، وأيضا بحدود 500 مدني، وعائلات المدنيين هي من ضمن 4000 مدني العالقين حسبوا. الموضوع الآن بات أن مدينة دارية باتت تحت سيطرة الجيش العربي السوري. معلومة أخرى للإخبارية السورية أفادنا بها أن المسلحين قبل أن يغادروا رافقوا عدد من وحدات الجيش العربي السوري إلى أماكن القبور، حيث يرقد أبطال الجيش العربي السوري، جثامين رجال الجيش العربي السوري. طبعا الوحدات من الجيش دخلت إلى المدينة، سيتم بعد قليل دخول أيضا وحدات الهندسة لنزع العبوات الناسفة والألغام. نستطيع أن نقول أن مدينة دارية باتت بعهدة رجال الجيش، وهي عادت إلى حضن سوريا الأم. وكانت الإخبارية واكبت مراحل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين، تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة والأهالي إليها. هذه إحدى الحافلات الآن باتت تحت في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري. طبعا يرافق في الحافلة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. هذه الحافلة الثانية الآن خرجت تحتوي على عوائل وأيضا أشخاص من الأهالي. دخل وفد كبير من الأمم المتحدة إلى داخل المعبر وإلى المنطقة التجمع في ساحة الفرن داخل دارية. سينقسم العدد تقريبا بحدود 400 مسلح، من 300 إلى 350 مسلح إلى 400 مسلح، منهم من سيتوجه إلى إدلب برفقة عائلاته وبرفقة سلاحه الفردي. هكذا ينص اتفاق المصالحة أو تسليم المدينة. وباقي العدد الذي يقدر بحدود 600 كدفعة أولى اليوم سيتوجه إلى مراكز الإيواء في محافظة ريف دمشق.
بالنسبة لعملية تسوية الأوضاع، وهذا الملف الهام هو تسوية أوضاع المسلحين الغير راغبين بالتوجه إلى إدلب والراغبين بالعودة إلى حضن الوطن. الدولة السورية تعاملت بمنطق الأبوية معهم وفق شروط الدولة السورية. تم تسليم عدد كبير من المسلحين مساء أمس، سلموا سلاحهم إلى الجهات المختصة وخرجوا على الفور. تسع عناصر من الجيش العربي السوري كانوا مخطوفين لدى المجموعات المسلحة، خرجوا بالتزامن مع حافلة يوجد فيها عدد من الأشخاص، كان بينهم أطفال. ما شهدناه في الأمس وسنشهده اليوم إن شاء الله يعكس الحقيقة التي كنا نسعى لإظهارها منذ 4 سنوات تقريبا بالعمل الدؤوب الذي قمنا به في طريق المصالحة. مبروك للوطن ومبروك لسوريا هذا الإنجاز، ونحن جايين لهون اليوم لنبارك لجيشنا الباسل هذا الانتصار اللي حققه هون في دارية، ونطلع كمان على مدينة دارية على هالإرهاب اللي تعرضت له منشان نرجع نعيد الإعمار إلى هذه المدينة. ودفعة جديدة من أبناء دارية يتوجهون إلى مركز الإيواء في بلدة الحرجلة بريف دمشق. غادروا بلدتهم لكنهم عادوا إلى بلدهم، عادوا إلى وطنهم الذي غربتهم عنه عصابات الإرهاب. ها هي الدفعة الثانية من أبناء دارية تصل إلى الحرجلة، حيث كل مؤسسات المحافظة كانت بانتظارهم لخدمتهم. محنة سرقت من حياتهم 4 سنوات من الألم تحت رحمة الإرهاب الذي اتخذ منهم درعا بشريا يختبئ خلفه. نحن نتمنى من الله رجعنا لبلدنا، أهم شيء نرجع لحضن الوطن شلون، وهذا فضل من الله اللي رجعنا لهون، وإرادة رب العالمين كتب علينا، وبنشكركم نشكر كل من ساهم مع بهالشغلي فضل رب العالمين. والله الحمد لله رب العالمين، نحن طلعنا من مأزق واجينا المحل، اجينا على بلدنا الرئيسي، وهو لقينا الفرق من الارض للسماء من هون لهنا، ومرتاحين وما عم يخلون ناقصين شيء نهائيا. والحمد لله البلد بلدنا بتضل قد ما كانت بلد بلدنا، ودوك الغرب اجوا دمروا لنا هالبلد. الحمد لله طلعنا بخير بفضل الله. الحمد لله. وشفنا الحبايب بفضل الله، شفنا اهالينا. وأمنونا بخير وأماني الحمد لله. والله هيك بجاه النبي خلصنا وننتهي على خير بجاه سيدنا نبينا محمد. عادوا مواطنين، بدأت الحياة الطبيعية تدب في أوصالهم. محافظة ريف دمشق وجهات حكومية صحية وخدمية عدة وضعت إمكاناتها في خدمتهم، وموظفو الأمم المتحدة حاضرون أيضا. والله الحمد لله اللي طلعنا من البلد سالمين غانمين، وبالنسبة للوضع قاعدين هون يعني الحمد لله مو مقصرين علينا أي شيء، وبنطلب منه بالنسبة للأولاد يعني صار 4 سنين لا دراسة ولا، فبنطلب إنه هيك يساعدونا إنه يكملوا الدراسة التعليمية تبعهم. الله يقيم عنا هالغم كلياتها، يعني ما جانا غير وجع الراس، غير هيك ما في وجع راسنا من الأول الأخيرة. الغذاء والدواء والمسكن بات مؤمنا، ولم يبق سوى المدارس للأطفال الذين حرموا التعليم وليس لهم سوى الدولة، لأنها بالنسبة لهم الأم التي تحميهم وترعى أبنائهم. الآن إلى الميدان من جديد، حيث كاميرا الإخبارية ترصد الواقع الميداني في دير الزور هذه المرة، حيث تتصدى وحدات الجيش لمحاولات تسلل الإرهابيين عبر نهر الفرات. أحمد الحمدوش والتفاصيل.
هنا دائما محاولات تسللك اليومي. طبعا التسلل يتم عن طريق الافراد نتيجه صعوبه عبور الاليات لنهر الفرات. هنا استبسال رجال الجيش السوري، استبسال هذه النقطه منع عده محاولات تسلل لعناصر التنظيم، لا بل قتلت اعداد كبيره من الارهاب. تحاول دائما وابدا المجموعات الارهابيه المسلحه العبور من ضفه النهر من الجهه الشماليه الى الجهه الجنوبيه باتجاه هرابش، وذلك للتسلل وترهيب الاهالي القاطنين في منطقه هرابش، ولكن تم دحر المجموعات الارهابيه اكثر من مره، وتم قتل الكثير منهم ومنعهم من العبور من الضفه الشماليه باتجاه الجنوب لنهر الفرات. تتم عملية التسلل بشكل يومي ومحاول بشكل يومي، يتم الصد من قبل الأخوة المقاتلين الموجودين على المساتر ورصد الليلي والنهاري بشكل دائم. يحاول مجموعة المسلح الإرهابي داعش دائما التسلل عن طريق هذا النهر، إما من الضفة إلى الضفة أو عن طريق قوارب وزوارق بالأشخاص حسب ارتفاع منسوب المياه أو انخفاضه. فعند التسلل بالقوارب يتم التعامل مع المسلحين بقوازف الاربيجي البي 7 والبي 2 ورشاشات البي كي سي والرشاشات الثقيلة والمتوسطة حتى. وعند تسلل بمجموعات بالافراد وصول الى مناطق قريبة يتم الاشتباك احيانا حتى بالقنابل اليدوية على مسافات قريبة لا تتجاوز 10 الى 15 متر. نرصد المجموعات الارهابية من خلال الرصد التام بالليل والنهار والكاميرات الحرارية. نقوم بهذا العمل من أجل القضاء على الإرهابيين. نحن موجودين على طرق النهر في حي هرابش، الحد الفاصل بيناتنا مي لمنع تسلل داعش. نحن هنا بإذن الله تعالى ما يحسنون يقطعوا المي إلا على جهتنا. من حي هرابش في دير زول الإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. المحادثات الروسية الأمريكية تستمر على مستوى الخبراء، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف يصف محادثات وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري في جنيف بأنها تبعث على التفاؤل لأول مرة منذ فترة طويلة. أجواء التفاؤل تخيم على المباحثات الأمريكية الروسية المستمرة في جنيف على مستوى الخبراء العسكريين والدبلوماسيين، وذلك غداة اللقاء الماراثوني الذي استغرق 9 ساعات بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والولايات المتحدة جون كيري، والذي أحرز تقدما مهما باتجاه بلورة وثيقة اتفاق بانتظار الإعلان عنها قريبا بعد عرضها على الرأي العام العالمي وتحديد آليات تنفيذها حسب ما تم الإعلان عنه. رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اعتبر أن نتائج المباحثات تبعث إلى التفاؤل لأول مرة منذ فترة طويلة. الاختراق الذي تحقق خلال لقاء جنيف تمثل بتقديم الجانب الأمريكي لأول مرة قائمة لفصل الإرهابيين عن المعارضات، وتأكيد الوزير كيري استعداد بلاده بالتعاون مع الدول الداعمة للمنظمات الإرهابية لفرز الإرهابيين عن المعارضات المدعومة من واشنطن. هناك خطوات يمكن اتخاذها لحل هذه المسألة، من بينها تلك التي تتعلق بإشراك دول أخرى تدعم هذه المجموعة أو تلك وتمارس نفوذها على هذه المجموعات ولديها إمكانية المساعدة في عملية الفصل. قضايا كثيرة كانت موضع خلاف بين موسكو وواشنطن أصبحت من المسلمات، كموقع الحكومة السورية كشريك رئيسي في المحادثات، وجبهة النصرة كمنظمة إرهابية، ورفض ما يسمى المنطقة العازلة، وكلها تعزز صمود الشعب السوري وتؤكد على حقه في تقرير مستقبله. عوامل عدة كانت وراء تأخير الإعلان عن وثيقة الاتفاق الأمريكي الروسي التي تتضمن معالجة للوضع في سوريا بما يرسخ وقف الأعمال القتالية بشكل دائم ويمنع الاعتداءات على سوريا، وآخرها التدخل التركي السافر في جرابلس.
أكد رئيس حزب الشعب الجمهورية التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات فاشلة على صعيد العلاقات الخارجية. وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن على أنقرة الاستعجال في سياسة المصالحة مع الدول المجاورة لها، مؤكدا أن تحقيق أمن واستقرار سوريا بأسرع ما يمكن مهم لتركيا وكذلك لتحقيق المصالحة مع مصر، معربا عن تأييده للسير نحو تحقيق ما طرحته حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرم الذي يتحدث عن ضرورة تغيير السياسة مع سوريا بالذات. العدوان التركي السافر في جرابلس السورية أكد المؤكد، فالدعم الأردوغاني للتنظيمات الإرهابية أصبح سافرا ومعلنا رغم الانتقادات حتى من داخل تركيا. تقرير أسامة شحود. الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية تعدى حدود الخجل وتجاوز كل الأعراف الدولية. لم يعد النظام التركي يخفي تسليحه ودعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا، والتدخل التركي في مدينة جرابلس السورية كشف ما تبقى من المستور. قائد القوات الخاصة في الجيش التركي الجنرال زكي أكسكارلي يبارك لإرهابيي العصابات المسلحة في جرابلس، وعدسات الكاميرات تلتقط لهم صورا تعبر عن مدى عمق العلاقة الحميمة التي تجمع بين نظام أردوغان والتنظيمات الإرهابية. وبعد السلاح والذخيرة وسيارة الدفع الرباعي وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، سلطات أردوغان تقدم اللباس العسكري التركي لتلك المجموعات الإرهابية. رئيس نقابة المحامين الأتراك في حديث لصحيفة زوزيو انتقد سياسة تركيا الخاطئة تجاه سوريا، مؤكدا أنها هي من أوصلت البلاد إلى هذه الحالة من الفوضى والإرهاب. كما أكدت جمعية السلام الوطنية التركية أن التدخل التركي في بلدة جرابلس انتهاك للسيادة الوطنية السورية والقوانين الدولية. بدورها اتهمت زعيمة حزب الكادحين التركي سلمى غوركان الحكومة التركية بالتآمر على الشعب والدولة السورية، وقالت إن على أنقرة أن تكف عن سياساتها الإمبريالية والاستعمارية ضد دولة جارة. وأصدرت غوركان بيانا خاصا أكدت فيه أن دخول القوات التركية إلى مدينة جرابلس بحجة طرد تنظيم داعش الإرهابي منها مؤامرة خطرة تستهدف وحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى أنه ما من فرق عمليا بين داعش الإرهابي الذي تدعي السلطات التركية محاربته والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تدعمها أنقرة علنا. ومن احتفلوا قبل سنوات بإعلان واشنطن نيتها توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، من هللوا ورحبوا بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا هم اليوم يرحبون بالاعتداء التركي في مدينة جرابلس. مد البعض كرامتهم لتكون جسرا لعبور الأعداء باتجاه التدمير والقتل والتخريب. باعوا ضمائرهم واستبدلوها بحفنة من المال. ما يسمى ائتلاف المعارضة رحب بالعدوان التركي على الأراضي السورية في مدينة جرابلس، وهو أمر ليس مستغربا عن هذا الائتلاف الذي يطغى عليه العنصر الإخواني المتطرف. بطبيعة الحال ليست المواقف الخيانية حالة طارئة على هذا التجمع الهزيل والذي يسمي نفسه زورا وبهتانا بالمعارضة السورية، إذ كيف لمعارضة أن ترقص فرحا لاعتداء يستهدف وطنها وسيادة بلادها؟ السوريون يعرفون جيدا تفاصيل السجل الإجرامي والخياني لما يسمى ائتلاف المعارضة، وليس بعيدا عن الأذهان ما جرى قبل 3 سنوات عند إعلان واشنطن نيتها توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، حيث سار عمر طازقة الدولار لتوزيع الحلويات وتبادل التهاني مرحبين بنية الولايات المتحدة ضرب سوريا وتدمير مقدراتها وقتل أبنائها.
تلك الأسماء البائسة ذاتها رحبت باعتداءات إسرائيل على القنيطرة ورقصت طربا لمشهد التفجيرات الإرهابية بحق السوريين، واعتبرت أنها تحقق إنجازا من خلال قذائف الحقد والتفجيرات التي طالت المدارس والمستشفيات. الائتلاف الذي رحب بما سماه الدعم الذي تقدمه تركيا والتحالف للعدوان العسكري الذي يهدف إلى إحلال تنظيم إرهابي بدل آخر في مدينة جرابلس هو ذات الائتلاف الارتزاقي الذي يبرر للإرهابيين جرائمهم ويعتبرهم طلاب حرية وعدالة. العدالة عبر قطع الرؤوس وأكل الأكباد وإحراق البيوت وترويع المواطنين. ائتلاف الخيانة يرحب ويهلل لأي عدوان على سوريا ويروج للإرهاب على أنه منارة حضارية. حقا ليس بعد الخيانة من ذنب. والمزيد حول آخر التطورات في التحليل السياسي ينضم إلي في استوديو الرئيسية الدكتور محمود محمد المحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. لن بك، ما الذي أرادت أن تقوله الدولة السورية اليوم انطلاقا من داريا؟ طبعا داريا نبارك للشعب العربي السوري وللجيش العربي السوري هذا الانتصار الذي تحقق. الدولة السورية من خلال هذا الاتفاق الذي حصل سوريا بدون تدخل خارجي، يعني تريد الدولة أن تقول أنها الأم والأب لكل مواطن سوري، وأن المصالحة خيار استراتيجي ينهي المأساة الإنسانية التي تعيشها المدن والبلدات السورية. الدولة السورية كانت كبيرة جدا، سواء في إجراءاتها، في المصداقية التي تتمتع بها، في عطفها على أبنائها حتى ولو أخطأوا في مرحلة من مراحل حياتهم. بالتأكيد عودة داريا إلى حضن الوطن انتصار كبير، من خلاله إن شاء الله ستعمم المصالحات إلى على مناطق أخرى. ويعود الأمن والأمان. بالتالي هنا السؤال، يعني تعمم المصالحات وكأنه اليوم الدولة السورية فرضت إطار جديد سيحكم المصالحات ابتداء من داريا والمناطق الأخرى، ما طبيعة هذا الإطار الذي باتت تتعامل فيه الدولة مع هكذا مصالحات؟ طبعا هي سلسلة من المصالحات السابقة، لكن اتفاق داريا هو مع مجموعات مسلحة قاتلت لسنوات طويلة، وهناك مناطق أخرى تشبهها إلى حد كبير في الوضع العملياتي أو في الوضع الطبوغرافي والسكاني. الدولة السورية البداية كانت هي التسامح مع كل من يريد أن يعود إلى حضن الوطن، وليس هناك حالة انتقام أو حالة تشفي حتى ممن حمل السلاح. الأمر الثاني، من يقدم المساعدة لأبناء الوطن هم هو الدولة السورية فقط. الأمر الثالث، عندما يكون الحوار سوري ويتدخل أهل الخير والوجوه النافذة اجتماعيا والرجال الحريصون على وطنهم تنجح المصالحات. وما فشل المصالحات سابقا إلا بسبب تدخل أطراف خارجية ودفعها بعض القوى لرفض كل أشكال التصالح. بناء على النجاح هذا، ربما الحوار الذي حصل وأنجز تسوية داريا وهو سوري، ما الذي يمنع إذن الذهاب بنفس النهج ربما والمنطق إلى جنيف؟ طبعا هناك عدة عراقيل، أولها بعض الجماعات الإرهابية لها ارتباط بالخارج وتتلقى الأوامر مباشرة من الخارج، وبالتالي تحاول أن تعطل قدر الإمكان لتكسب أكبر قدر من الدعم من تلك الدول. لكن المناخ العام في البلاد، جميع القوى والذين حملوا السلاح تقريبا أدركوا أن طريقهم مسدود وأن السير في هذا الطريق سينتهي لا محالة إما إلى قتلهم أو إلى خراب أكبر. بدأ البعض يشعر بإحساس بالمسؤولية تجاه على الأقل نفسه، لا نريد تجاه الوطن، هم خانوا الوطن وهم دمروا وخربوا، لكن كما قلنا يجب أن تنتهي هذه المأساة، وخير نهاية لها حينما يسود الصلح ليكون سيد الأحكام ويحقن الدماء ويحقن الإمكانات وتتجه الدولة إلى البناء. لكن لا يمكن فهم ما حصل في داريا على أنه معزول عن المناخ الدولي والإقليمي، هل هناك فعلا ربط حقيقي بين ما شاهدناه اليوم في داريا وبينما يحكى عن أنه تحول دولي وأقليمي تقوده على الأقل تركيا، أم لا الموضوع مختلف تماما؟ يعني قد تكون هناك بعض الأطراف الدولية، لكن لا أعتقد أن تركيا ستكون داخلة في هذا التصالح، هي بالعكس تحاول أن تقوي الجماعات الإرهابية لتحمل السلاح أكبر. قد يكون هناك أطراف أخرى، مناخ ربما
روسي أمريكي من خلال التفاهمات، لأن يعني هذه القوى تؤثر على بعض الجماعات وهي التي تمنع بعضها. أعتقد أن القناعة داخلية وتدخل الدولة السورية مع بعض الشخصيات النافذة اجتماعيا، إضافة إلى انتصارات الجيش العربي السوري وتقدمه في الميدان ووصول الإرهابيين إلى قناعة أنهم غير قادرين على تحقيق الأهداف التي عملوا من أجلها. ولكن بالمقابل سمعنا بأن هناك تعبير عن تفاؤل نتيجة لقاء كيري لافروف، وقريبا جدا الحديث عن آليات لتنفيذ هذا الاتفاق. مبعث التفاؤل من أين باعتقادك يتلقته بعض الدبلوماسيين وعلى رأسهم ربما رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي؟ يعني هذه الجولة الماراثونية التي يعني طالت 9 ساعات، وقبلها كان هناك عدة لقاءات، والآن هناك وفود عسكرية، يبدو أن هناك في الأفق تفاهما سياسيا بين الدولتين اللتين تمتلكان أكبر تأثير في الأزمة السورية. من خلال الاختراق الذي حصل، يعني كما تحدث الأصدقاء الروس أن هناك قائمة قدمت بأسماء المنظمات الراغبة بالمصالحات، وروسيا ترعى معظم المصالحات في سوريا، يعني حوالي 460 أو 70 بلدة انضمت إلى المصالحات في قائمة تحميمهم. الأمر الآخر، يبدو أن إدارة أوباما في أيامها الأخيرة تريد أن تحقق اختراق يوظف انتخابيا على صعيد الانتخابات الأمريكية، من أنها تمكنت من إيجاد شكل من أشكال الحل السياسي للأزمة السورية بعد أن عجزت عصاباتها من التقدم أو تحقيق أي تغيير في الميدان يستطيع أن يستثمر سياسيا. يعني هل يمكن القول بأن اللقاء الذي حصل يوم أمس على مدار 9 ساعات بأنه قلص قضايا الخلاف ما بين روسيا وأمريكا؟ هم يتحدثون عن قرب التوصل إلى اتفاق عام. مع عدم ثقتنا بالإدارة الأمريكية وأن هذا الاتفاق سيكون مبادئ عامة، فهناك تفاصيل كثيرة، والولايات المتحدة من خلال خبرتنا بها تستفيد من التفاصيل وتحاول أن تلتف على كل ما يمكن الاتفاق عليه. إذا وجد هذا الاتفاق العام يمكن أن يكون مقدمة لننتقل إلى مسار سياسي، خاصة عندما يتحدثون عن مشاركة جميع الأطراف في جولة جنيف القادمة. نتمنى أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم العصابات الإرهابية وممارسة سياسة الإعماء والتستر على أعمال جماعات إرهابية ترفض تصنيفها وتدعمها وتقدم لها الدعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود محمد المحلل السياسي. أشكرك. يا أهلا بك. اعتقلت سلطات النظام التركي 3 دبلوماسيين سابقين بحجة صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف شهر تموز الماضي. وقد اعتقلت السلطات التركية 10,000 من مختلف المؤسسات في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب التي يستخدمها رئيس النظام رجب أردوغان لتصفية خصومه ومعارضيه واعتقالهم أو إقالتهم من مؤسسات الدولة. وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان أن أحد المعتقلين مؤخرا كان مستشارا للرئيس السابق عبد الله جول. والآن إلى جولة على الأخبار الدولية مع كاترين عظيمة. إليك كاترين. شكرا ربا، أهلا بكم إلى الأخبار الدولية. محكمة كندية قضت بالسجن 17 عاما على شقيقين توأمين بعدما أقر بالذنب في تهم متعلقة بالنشاط الإرهابي والتخطيط للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. قتلت وحدات من الجيش الفلبيني 11 مسلحا من جماعة أبو سياف الإرهابية، بينهم قيادي بارز.
بدأت أطقم منظومتي الدفاع الجوي S-300 وS-400 المتمركزة في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية تدريبات في إطار اختبار الجاهزية القتالية. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده وقعت مع شركات أجنبية اتفاقات للتعدين قيمتها أكثر من 5.5 مليار دولار. سلمت السلطات البلغارية إلى فرنسا قريباً لأحد منفذي الاعتداء على مجلة شارلي إيبتو في باريس، ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب. كان هذا كل شيء، نعود إليك ربا. كاترين شكراً جزيلاً لك، وهذه الرئيسية متواصلة وفيها. صحف أمريكية تؤكد أن النظام السعودي مسؤول عن إشعال نيران التطرف والإرهاب. أهلا بكم من جديد. الآن إلى فلسطين المحتلة، حيث شيعت بلدة سلوات جثمان الشهيد إياد حامد، وتحول التشييع إلى مواجهات مع الاحتلال، أصيب خلالها 5 شبان بجروح، فيما طلب أهالي بلدة قباطية سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد ساري أبو غراب. تقرير خليل إبراهيم. شهداء لم تحرك دماؤهم في المجتمع الدولي ساكنا، شهداء يعدمهم الاحتلال الصهيوني بدم بارد وتودعهم فلسطين شهيدا تلو شهيد. في أجواء يسودها الغضب شيعت الجماهير الفلسطينية الغاضبة في بلدة سلواد جثمان الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة إياد حامد الذي اغتالته قوات الاحتلال على المدخل الغربي للبلدة بادعاء تنفيذه عملية إطلاق نار باتجاه المحتلين قرب البلدة. وتحول التشييع إلى مواجهات مع الاحتلال أصيب خلالها 5 شبان بجروح. وباستشهاد حامد عدد شهداء بلدة سلواد إلى 5 منذ اندلاع انتفاضة القدس، وإلى 91 شهيدا منذ بداية العام الجاري، فيما بلغ العدد الكلي للشهداء منذ بداية الانتفاضة في تشرين الأول العام الماضي إلى 236 شهيدا، بينهم 68 أعدموا بدم بارد على حواجز الاحتلال. خلوا الشهيد بدمه، خلوا الشهيد بدمه. ورفضا لإجراءات الاحتلال، نظم أهالي بلدة قباطية مسيرة حاشدة جابت شوارع البلدة، ندد المشاركون خلالها باستمرار احتجاز قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي لجثمان الشهيد ساري أبو غراب الذي استشهد قرب نابلس بزعم تنفيذه عملية طعن ضد جنود الاحتلال. ونتيجة جرائم الاحتلال المتكررة يطالب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بالكف عن صمته والتدخل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني الغاشم. رغم نيلها ثقة البرلمان، تواجه حكومة يوسف الشاهد في تونس انتقادات واسعة، والمعارضة ترى أنها راعت المحاصصة السياسية والمصالح الضيقة وابتعدت عن معايير الخبرة والكفاءة. تقرير ميرفت أوشار. بعد جدل ومفاوضات صعبة، منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد بأغلبية ساحقة، إذ حظيت ب 167 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 194. حكومة الشاهد تبدأ عملها ببرنامج تقشف طرحه رئيسها في جلسة عامة للبرلمان، وقد أكد منذ بداية الجلسة أن حكومته ستكون مجبرة على اتباع سياسة التقشف، وستقوم بتقليص المصاريف وتسريح آلاف الموظفين نتيجة حالة الطوارئ الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقدم الشاهد في كلمته أرقاما وصفت بالكارثية تتعلق بالاقتصاد التونسي، أكد فيها أن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان إلى خفض توقعات النمو لعام 2016. حكومة الشاهد التي وصفها الشارع التونسي بحكومة اقتصادية بحتة لم يغب عنها ملف محاربة الإرهاب الذي تعاني منه تونس. وقد جدد يوسف الشاهد تعهد حكومته بإنجاز 5 مهمات أساسية، وتأتي الحرب على الإرهاب في رأس أولويات تلك المهمات، إضافة إلى إعلان الحرب على الفساد ورفع نسق النمو الاقتصادي والتحكم بالتوازنات المالية وتكريس النظافة. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا
بينهم 6 نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان، وقد احتفظت ب11 وزيرا كانوا موجودين في حكومة الحبيب الصيد، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز. أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النظام السعودي هو المسؤول عن تصدير النزعة المتعصبة والأصولية المعروفة بالوهابية التي غذت التطرف العالمي وساهمت في انتشار الإرهاب. السعوديون والتطرف مشعلو الحرائق ورجال الإطفاء. تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكد أن النظام السعودي هو المسؤول عن تصدير النزعة المتعصبة والأصولية المعروفة بالوهابية التي غذت التطرف العالمي وساهمت في انتشار الإرهاب. التحقيق يوضح أن اكتشاف احتياط النفط الكبير في السعودية أيضاً خلق عائدات ثروة هائلة ساهمت بإقامة نظام اجتماعي واقتصادي صارم، فضلاً عن أنها منحت المؤسسة الدينية المحافظة ميزانية مسرفة لتصدير نزعتها المتشددة على مدى العقود الأربعة الماضية. واعتبر التحقيق أن هناك إجماعاً واسعاً على أن الأيديولوجيا السعودية الوهابية طغت على التقاليد الإسلامية المحلية في عشرات الدول، وظهرت هذه الأثار أيضاً من خلال الإحراج الكبير الذي تعرضت له السلطات السعودية باعتماد داعش على الكتب التعليمية الرسمية السعودية في مدارسها. وأشار التقرير إلى دور أمريكي في الوصول إلى هذه المرحلة، حيث عملت السعودية والولايات المتحدة معاً في عام 1980 من أجل تمويل من كانوا يسمون بالمجاهدين في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، كما أنفقت 50 مليون دولار من عام 86 إلى عام 92 من القرن الماضي على ما أسمته مشروع محو الأمية الجهادية الذي تضمن طباعة الكتب للأطفال الأفغان والشباب لتشجيعهم على العنف ضد من وصفتهم السعودية في مناهجها بالكفار من غير المسلمين. دعا الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى مزيد من التعاون مع إيران في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لدعم الشعب والحكومة الإيرانية لبلاده. وقال موراليس خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة لاباز إن بلاده مستعدة للتعاون مع الشركات الإيرانية في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والعلوم والتقنيات المالية والمصرفية، مؤكدا أنها ورغم الضغوط الأجنبية وقفت جنبا إلى جنب مع طهران وقامت بتنمية العلاقات الثنائية، مشددا على أن ذلك يجب أن يستمر. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن ستيف بانون المدير الجديد لحملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب سبق أن اتهم بممارسة العنف الأسري، وهو ما قد يعقد مهمة ترامب الذي يسعى إلى كسب أصوات النساء. المرشح الجمهوري دونالد ترامب يراوغ اليوم بشأن القضايا الإنسانية، حيث أكدت كيليان كوناي المديرة الجديدة لحملة ترامب أنه يود معاملة المهاجرين بإنصاف وبكثير من الإنسانية. كوناي لم تؤكد بشكل قاطع ما تعهد به ترامب بطرد المهاجرين بعد أن حملهم مسؤولية بطالة المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن ترامب يدافع عن القانون ويريد أن يعم العدل بين الأمريكيين. تأتي تلميحات كونواي هذه بشكل يخفف من موقف ترامب الحاد تجاه هذا الملف الذي يتناول مصير ملف 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، نصفهم من المكسيكيين. يذكر أن مديرة الحملة نفت أي تراجع من جانب ترامب بعد أن وعد بتشكيل قوة خاصة ستكلف بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في أراضي بلاده، قوة خاصة بطرد ملايين المهاجرين المتواجدين في أمريكا، أمر غير مستغرب في بلد ما زال يعاني العرقية والعنصرية ومع ذلك يتشدق بالحديث عن حقوق الإنسان. ما يسمى بالائتلاف السوري يرحب بالدخول التركي إلى جرابلس، هذا العدوان يصفه نوع من الترحيب والدعم له. حتما الائتلاف لم يأتي بجديد لكنه فقط يجدد الولاء. هاشتاغ الرئيسية.
وإلى العناوين. جميع المسلحين غادروا باتجاه مدينة إدلب. مدينة دريا بريف دمشق خالية من المسلحين. موسكو تصف محادثات كيري ولافروف حول الأزمة في سوريا بأنها تبعث على التفاؤل. ومزيد من الانتقادات للعدوان التركي على جرابلس السورية، وحده الائتلاف يرحب. في ختام الرئيسية تحية إلى شاوس الجيش العربي السوري على كل الجبهات، رفاق الروح ولأرواح من رحلوا، بأمان الله.